السلام عليكم ورحمة الله. الموضوع ديال اليوم يتعلق باستعمالات ديال مادة الخروب. هاد الحلقة قسمنا ثلاثة ديال الفقرات. في الأول غنتكلموا على المكونات الكيميائية ديال الخروب، ثانيا غنشوفوا كيفاش يتم تحويل وتصنيع ديال الخروب، وأخيرا في الفقرة الثالثة غنطرقوا لبعض الاستعمالات ديال الخروب. المكونات الكيماويه ديال الخروب تختلف من منطقه لاخرى على حسب نوع الشجره وعلى حسب موعد الجني. القيمه التسويقيه ديال الخروب تتعلق بمكونين اساسيين اللي هما اللب والزريعه. لب الخروب تتكون تقريبا من 50% من السكر، خاصه السكروز اللي تلقاه في السكر الابيض، بالاضافه للفريكتوز او سكر الفاكهه، بالاضافه 18% من السيلولوز و 1-2% من البروتينات. بالنسبة للبذرة أو الزريعة ديال الخروب فراها تتكون خاصة مضادات الأكسدة والسكريات المعقدة، إضافة نسبة كبيرة من البروتينات تتوصل إلى 52%. من بعد الجانب ديال فاكهة الخروب عندنا واحد النسبة ديال الرطوبة تتوصل من 10-20% على حسب الظروف ديال الجني والتساقطات المطرية ديال الخل ديال الصيف، وبالتالي باش نتجنبو الضياع والتخمر ديال الغلة ديالنا تنوضعها في مكان فيه ظل مهوي باش تجف وتنقص نسبة الرطوبة حتى 8%. باش نوصلوا المكونات الرئيسية ديال الخروب يعني اللب على البذرة، فراه الفاكهة تطحن ميكانيكيا وهكا تنفصل البذور على اللب، اللي بالدور ديال اللب تنعاودو نطحنو هاد المرة بشكل دقيق وتعطينا بودرات أو دقيق لب الخروب. وهاد الجدول تبين المكونات الأساسية ديال بودرات أو دقيق لب الخروب. فراه كل 100 غرام ديال دقيق الخروب تلقاو 31 غرام ديال الدهون، 56 غرام ديال السكريات، و 8 غرام ديال البروتينات، وتلقاو كذلك الفيتامينات اللي فيها فيتامين أ سي أ ك، وكذلك فيتامين B6 وB12، وكذلك أملاح معدنية تلقاوها بكثرة، منها أملاح الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والصوديوم والزنك والكويفر أو النحاس، وكذلك السيلينيوم والمنغنيز. بالنسبة للبذور اللي هما أهم شيء في الخروب تيتم النقل ديالهم مع عامل تصنيع لابون أولا عجنة الخروب. في الماضي كان الخروب تيستعمل خصيصا في التغذية ديال القطيع، لكن مع تطور الصناعات الغذائية والطبية زادت القيمة ديالو. دقيق الخروب عنده بزاف ديال الاستعمالات، منها الغذائية كالكسكس أو كبديل للكاكاو. بالمناسبة الخروب على النقيض من الكاكاو فراه خاوي مادة الكافيين أو الديوبرومين اللي عندهم تأثير على الجسد، بينما الخروب غني بمعادن الفوسفور والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات كما شفنا، وغني كذلك بمضادات الأكسدة اللي تحمي الجسد من السرطان. إذا القيمة الغذائية ديال الخروب تتفوق الكاكاو وتتعطينا شكلاط فيه نسبة قليلة من السكر وطبيعي وعنده قيمة مضافة عالية. زيادة على هذا، فدقيق الخروب ممكن تستعمله في منتوجات طبية ضد الإسهال والقبض خاصة عند الأطفال نظرا للغنى ديالو بالألياف. تصنع منه كذلك البيو إيطانول اللي تلقاه في موتورات السيارات اللي تستخدم بالإيسانس. أما العجينة ديال بذور الخروب فراه عندها العديد من الفوائد والاستعمالات اللي غنذكرها في الجدول التالي. فراه ممكن تستعملوا عجينة الخروب في استعمالات طبية أو صيدلية، كذلك الصناعة التجميلية، صناعة النسيج كملون، صناعة الأوراق وحتى النقدية منها، والصناعة الكيماوية، صناعة النفط، صناعة المعادن والمتفجرات، والصناعة السينمائية، بالإضافة لكونها تعتبر مادة مضافة للعديد من المنتوجات في الصناعة الغذائية تحت رمز E410.